السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم في المحاضره ديت عن الكرنت ميرورز. طيب اول حاجه خالص نتكلم فيها عن الكرنت ميرورز، هنتكلم اول حاجه البيسك كومبوننتس بتاعه الكرنت ميرور وهي الكرنت سورس. الكرنت سورس ابسط شكل ممكن يتعمل بيه بوان ترانزستور، ويكون ليه في جي اس او اللي هو البايسنج بتاعه، بحيث ان هو يمشي لي الكرنت. والفي ديت بتكون اللي هي الفي كومبلاينس، او اللي هي بتكون المينيمم فولتج للترانزستور دوت علشان يوبريت في الساتوريشن ريجون، تمام. فدوت اللي هو الايه بيسموه اللي هو الفي دي اس. وبيكون المفروض الفي كومبلاينس او الفي افكتيف او اللي هو الفي دي اس بيكون اكبر من في جي اس ناقص في ثريشولد. يعني مثلا لو الفي جي اس بتاعه ديت 700 ملي فولت او 700 ملي فولت مثلا، وديت الفي ثريشولد بتاعتي مثلا 630 ملي فولت، لو حد عمل مثلا سيميليشن على كيدنس، فالمفروض ان الفي كومبلاينس ديت تكون مثلا اكتر من 100 ملي فولت عشان اكون ضامن نفسي ان اكون في الساتوريشن. وطبعا كل ما عليت كل ما دخلت ايه في الديب ساتوريشن. طيب الفي افكتيف بيتحسب ازاي بكالكوليشنز؟ ممكن بيتحسب اللي هو القانون دوت، لو احنا جبناه من اللي هو القانون الاي دي، لو انتوا فاكرين اللي هو الاي دي بيساوي نص ميو ان سي اوكسايد في جي اس ناقص في ثريشولد سكوير. فالفي جي اس ناقص في ثريشولد سكوير دي لو شلناها في افكتيف هيطلع لي في الاخر اللي هو القانون دوت. الفي افكتيف بيساوي روت سكوير بتاع 2 اي دي اللي هو الكرنت اللي ماشي في الدايره بتاعتي. لو انا كمان برضو انا مركب فيكسد كرنت في هنا مثلا، لما مركب هنا ماشي هنا فيكسد كرنت، فبيكون الاي دي والميو ان سي اوكسايد والدبليو على ال. فانا لو عندي بقى الكرنت مثلا، عندي كرنت فيكسد ماشي في هنا، لو في كرنت فيكسد وعندي الفي افكتيف جيفن، يعني لو انا عارف الفي افكتيف اللي هو الفي كومبلاينس مثلا هنا، ومركب هنا كرنت سورس هنا ماشي كرنت في الدايره ديت، فانا اقدر عن طريق ان انا اقدر اجيب العلاقه بتاعه الدبليو على ال، اقدر اجيب اللي هو الريشيو بتاعه الدبليو على ال اللي هي بتاثر لي في الترانزستور، هل هو بقى ساعتها بيوبريت في الساتوريشن ولا في الترايد ولا في السب ثريشولد ولا هو اوف، عن طريق ان انا اقدر احدد ال W over L. فتقدر تحدد ال W اللي هو ال V effective اللي هي بتحدد ال V جي اس، وبعد كده اعرف يعني اقدر اظبط ان هو يوبريت في انهي ريجن، تمام. طيب من عيوب طيب اللي هو الديزاين بتاع دوت، ان اول حاجه ان الار اوت ما بيساويش اللي هو انفينيتي، يعني الار اوت بتاعته صغيره قوي اللي هي بتبقى ار نوت، هي طبعا صغيره بس هي تعتبر صغيره بالنسبه للكرنت سورس اللي انا عاوزها تكون بانفينيتي. طيب وتاني ايه برضه فيه ان هو فيرنبل للبروسيسنج فاريشنز، يعني لو في يعني مثلا دلوقتي انا صنعته فهو ممكن ترانزستور يختلف عن ترانزستور يختلف عن ترانزستور، ده الطبيعي في الفابريكيشن. فطبعا ده بيغير الميو ان سي اوكسايد والفي ثريشولد اللي ممكن تاثر لي على الكرنت اللي ماشي في الكرنت سورس ده، رغم ان انا ممكن اكون مثبت الفي جي اس بتاعي. طيب معلومه برضو صغيره ديت، حاجه كنت انا عملت فيها سيميليشن على الكيدنس، فلما انا كنت استخدمت شورت ترانزستور اللينس بتاعه شورت 350 نانومتر، والفي جي اس لما انا كنت هعملها في ترانزستور، فلما ما كانتش هاي انف دوت كان بيدخلني طبعا في الكرنت، كان بيدخلني في السب ثريشولد، فكان بيحصل فاريشنز جامده قوي في الكرنت بتاعتي لما انا بغيرها مع الفي دي سي. يعني انا غيرت الفي كومبلاينس فبيحصل ان الفاريشنز تكون عاليه قوي، يعني مثلا لما كان الفي جي اس ب 700 ملي فولت كان بيتغير من 100 ملي امبير 100 مايكرو امبير لحد 200 مايكرو امبير، كل دوت بس من زيرو من يعني من اول لما عدى الفي ثريشولد بتاعته او اللي هو الفي كومبلاينس اللي هو المينيمم في كومبلاينس بتاعته لحد 3 فولت، ده كان تغير كبير جدا. طبعا كل لما بعلى من بالفي جي اس ده بيقوم ايه يعني بيدخلني اكتر، يكون يعني كارنت سورس اكتر. طبعا عشان اقلل الايفكت دوت ممكن ان انا اقوم اعلي ال، لان ال ديت لما انا اعليها تقوم مقلل لي اللمدة اللي هي اصلا بتعمل الافكت دوت. لما احنا عارفين ان هو الفي جي اس ناقص الفي ثريشولد سكويرد وكان في واحد بلس لمدة في دي اس، فانا لو مسكت لو انا عشان عاوز اقلل الافكت بتاع الكوماند دوت فانا اقوم معلي الفي جي اس عشان اعرف اقلل كده، او انا طبعا اكبر الا في الاخر خالص هيقوم ايه يلغي لي اللي هو الافكت بتاعي دوت، تمام.